نوال فهمتني على كل حاجة، وأنا بشجعها وبدعي لها كل يوم وأنا بصلي إن ربنا يوفقها في اللي هي ماشية فيه. دي مجنونة، هتضيع نفسها وتضيع البلد معاها. لا نوال مش مجنونة، نوال عاقلة وعارفة كويس قوي هي بتعمل إيه. طب أنا هقول لك على حاجة بيني وبينك، وأنا ما كنتش ناوي أقولها لك، بس لازم تعرفيها بقى. حاجة إيه؟ أنا جالي واحد من المركز اللي كانت بتشتغل فيه نوال في ألمانيا، عاوز إيه؟ بيهددني، بيقول لي ممكن يفجروا البيت باللي فيه لو ما خدوش السي دي اللي عند نوال، ومديني مهنة عشان أرد عليه. يا لهوي، طب وإشمعنى جالك أنت بالذات؟ عايزني أقنع نوال عشان الموضوع يعدي على خير، وأنا كلمتها 100 مرة راكبة دماغها ولا همها أي حاجة. يبقى اللي عملته نوال صح، والبيت فعلا كان لازم يتباع، ونوال تكمل المشروع اللي هي ماشيه فيه. انت معايا ولا معاها؟ انا معاها، وانت كمان لازم تكون معاها وتقف معاها في المحنه اللي هي فيها دي. السحور جاهز، اتفضلوا. يلا يا اولاد. الو، اي يا استاذ عاطف؟ لا ابدا، ما فيش ازعاج ولا حاجه. حجه البيت مش عارفه. موجوده يا نوال، بكره الصبح ان شاء الله تكون معاكي. ايوه ان شاء الله بكره الصبح هتكون موجوده، ميعادنا الساعه 8 ان شاء الله، انا هكون جاهزه. مع السلامه. حرام يا ماما. جمعني حبيبي ان شاء الله. انت لسه ما نمتش يا عماده؟ مش عارف والله يا ماما، حاسس بحرقان هنا كده وريقي ناشف قوي. ليه يا حبيبي؟ لازم كلت حاجه بره قبل ما ترجع. والله حته كنافه قد كده. هي دي بقى اللي عامله لك الحموضه. مش عارفه، شكلي كده مش هقدر اكمل اليوم. يعني انت يا حماده بتصوم؟ ده انت بتفضل نايم لحد المدفع ما يضرب. انا ريقي ناشف قوي يا ماما. مش عارفه اقول لك ايه بقى. خلاص اشرب، ما انت برضو عيان يا حماده، وربنا غفور رحيم. ومن كان مريضا. ايوه، ومن كان مريضا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا ده انا كنت هموت. عاد الشر عليك يا حبيبي، بس لازم بقى يا حماده تطعم 60 مسكين عشان فطارك ده. طبعا يا ماما، 70. يلا صباح الخير. حماده والنبي، هات لي حبيبي الشكمجيه من الدولاب، نسيت اطلع الحجه بتاع البيت لنوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بص بقى. ايه ده يا ماما؟ ده السي دي بتاع نوال شايلاه معايا. يا حبيبي مالك؟ لا انت تقيس السكر بقى، لك كنت تعبان. انا هبقى كويس. بص يا حبيبي، رجع الشكمك ايه بقى مطرحها. ايوه بالراحه كده. بص يا حماده، عايزاك وانت ماشي حبيبي بص على نوال، لو كانت صاحيه اديها الحجه، لانها بتنزل بدري قوي شغلها، جايز تفوت عليا تلقاني نايمه ما ترضاش تصحيني. دكتورة نوال، هاي الفيلا أنا اشتريتها ب $800,000 كاش وما سكنتها. أنا إذا بدك بعطيك إياها ب4 مليون، والعشرة الباقيين بعطيك إياهم شيكات مقبولين يدفع على البنك. شو رأيك؟ فيلا حلوة كتير وما في منها هالأيام. والله لازم حمادة ومامنونة يجوا يشوفوها، مش قراري لوحدي، هما هيعيشوا معايا فيها. بس أنا حاسة الفيلا صغيرة قوي. 4 غرف فوق معقولين، مش صغيرة. مش عارفة، بس يشوفوها الأول. طيب شو رأيك نطلع على شهر العقاري ونعمل العقد الابتدائي واعطيك الشيكات؟ معلش ثانيه. الو، ايوه دكتور احمد، انا اسفه قوي اتاخرت عليك. لا ده انا في مشوار كده وراجع على طول. ياه للدرجه دي؟ طيب خلاص، لا انا هاجي لك على طول. يلا مع السلامه.
انا اسفه يا استاذ عاطف، انا لازم اروح الشغل حالا، في حاجه مهمه قوي. الشهر العقاري فتح للساعه 3، يعني ممكن نلحق ان شاء الله. اطمن. خير يا دكتور احمد؟ انت قلقتني في ايه؟ مفاجاه جباره، بس امسكي اعصابك. مفاجاه ايه؟ انت فاكره لما قلت لي انهم في المانيا جمدوا قصتك في البنوك انت والدكتور مختار؟ ايوه. انا بقى يا ستي ما سكتش، اتصلت بالمركز رسمي وقلت لهم ان التصرف ده لا يليق اطلاقا مع عالمه قدمت للبحث العلمي خدمات جليله، وان يا ستي ان الشك في نوعيه عملها في مصر ملوش اي اساس من الصحه، وبعت تقرير بنوعيه عملك بانه اداري تنسيقي مش اكتر، وملوش اي صله باللي هم بيفكروا فيه. وبعدين يعني انا قلت اعمل محاوله، جت ما جاتش، مش هنخسر حاجه. ما تقوليش انهم ردوا عليك. ردوا والحساب هيتفتح وتقدري تحولي كل المبالغ اللي انت عايزاها. مستحيل، مش ممكن. انت مش عارف انت عملت فيا ايه، انا بتعذب طول الليل بسبب الحكايه دي، ده انا كنت هبيع البيت اللي احنا عايشين فيه. مش ممكن. ثانيه واحده. الو، ايوه ماما نونا، خلاص البيت مش هيتباع، فرجت من عند ربنا، بيتك مش هتسيبيه ابدا ابدا ابدا. حسن. الله. وبعدين بقى انا كان قصدي افرحك، تقوم تعيطي؟ في احلى دموع نزلت من عينيا. طب يا ستي عموما بقى انت هتفطري معانا النهارده، انا عامل فطار جماعي في المركز. انا مش بس هفطر وهتسحر كمان. أهلا دكتور أمان، أنا خلاص وصلت للسي دي، لا تقدر تعتبره معايا خلاص. المهم فلوسك جاهزة؟ لا ما ينفعش دلوقتي، أنا هجيلك ساعة الفطار عشان الشوارع تبقى فاضية. حمادة، حمادة أنت صاحي؟ ده أنا فاكراك نايم. طيب مع السلامة. مع السلامة. شفتي حمادة؟ شفت قدرة ربنا؟ خلاص البيت مش هيتباع، نوال لسه مكلماني دلوقتي وقايلاي في التليفون. يا سلام، الف حمد والف شكر ليك يا رب. طيب كويس، يبقى كده صرفت نظر عن الجنان اللي كانت ناويه تعمله. معرفش، هي قالت لي خلاص فرجت ولما ترجع بالسلامه هتحكي لي كل حاجه. هي شكلها تفرج ان شاء الله يا ماما. ان شاء الله. بص بقى، انا هعمل لك طبق كده فيه جزر وخس وخيار تسلى فيهم لحد المدفع ما يضرب. انت عايزه تفضحيني يا نونا؟ العيال يشوفوا كده يقولوا عليا فاطر وانا في السن ده وهم صايمين. يا ابني هجيبهولك من وراهم، محدش هياخد باله. هو فاضل قد ايه على المدفع؟ فاضل يجي ساعتين كده. يلا قوم اغسل وشك وفوق. انا من ساعه نوال ما كلمتني وقالت لي على الخبر ده وانا الفرحه مش سايعاني. يا سلام، انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. والله ساعه ما قالت لي على الخبر ده قمت صليت ركعتين شكر لله. يلا يا حمادة، يلا يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي كلها يا تيتا؟ عشان ماما بقى مش هتفطر معانا النهاردة، ناكل اللي احنا عايزينه. لا يا حبيبي، ماما ما نبقى متشال. انا بعمل لكم بقى طبق سلطة النهاردة، هتاكلوا صوابعكم ورانا. يلا بقى، انا هموت من الجوع. اصبر يا امام، خلاص ما فاضلش على المغرب غير نص ساعة. صبرتك كتير، ما بقاش الا القليل. هو انكل حمادة صايم يا ماما نونا؟ طبعا صايم، امال الفاطر؟ استغفر الله العظيم يا رب. اصلا عديت جنب اوضته سمعت زي ما بيكون بياكل جزر. لا يا حبيبي، ده تلاقيه صوت طالع من التلفزيون. مش حاجة. كسرت الشكمجية؟ ايه اللي في ايدك ده؟
اسمعي بقى يا نور، يا سيدي ده ما ينفعش يقعد في البيت ده، لازم يرجع لاصحابه. اصحابه مين؟ ده بتاع نوال، ده شقاها هي وجوزها 20 سنة واخده موظف. ايه لو سمحت يا ماما، انا عارف انا بعمل ايه. تعالى هنا، هيدفعوا لك كام عشان تبيعنا كلنا؟ هيدفعوا لي 6 مليون دولار. انت متفق معاهم بقى؟ نوال اللي شايلاك وشايلاني على كفوف الراحة رايح تبيعها بالفلوس؟ انا مش هبيعها، انا كنت ناوي اديها 5 مليون دولار، ده حقها، انا بنقذ حياتها يا ماما. الست دي مخبولة، عايزة تقف قدام العالم، هي مش قدهم. كانت العراق فلحت، لو ما خدوش السي دي هيقتلوها. اللي بعمله ده عين العقل. انه عقل؟ انه عقل اللي خليك تخون الامانه اللي هي مستأمناني عليها؟ والنبي بدل ما تقولي لي امانه وخون الكلام الكبير ده، المفروض تساعديني عشان انقذها. هساعدك؟ هساعدك على ايه؟ على انك تسرق؟ على انك تخون؟ انا ربيتك كده يا حماده؟ انت برضو تعمل كده؟ ليه؟ انا ما حرمتكش من اي حاجه، ده انا بقيت عليك اللي قدامي واللي ورايا. ولا نوال البنت اللي شالتنا في ازمتنا، ما عادينا معاها معززين مكرمين في بيتها، تعمل معاها كده؟ هو مين فينا دم؟ انا ولا نوال؟ ما بتفكريش غير في نوال، ما بتفكريش فيا. المحقد بتاعي محجوز عليه، عليا شيك، لو ما دفعتوش هدخل السجن. تبقى مبسوطه اقول لما ادخل السجن؟ ما تدخل السجن، ما تتحرق بجاز. يا ريتني ما شفتك، يا ريتني ما جبتك للدنيا. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. انت كبرت وخرفت، انا ماشي من بيتك. هنا هاتي سيدي، خرجي انت نفسك من الموضوع ده، انا هبتكلم مع نقول وهفهمها. هتفهمها ايه؟ هتفتكرنا انا وانت متفقين عليها؟ يا ستي مالكيش دعوه انت. حماده استنى يا حماده، انا امك، انا امك يا حماده عشان خاطري. أنكل حمادة مش هتفطر؟ مش بقول لكم إنه فطر. عارف لو أنا نجحت في اللي أنا بعمله ده، البلد دي هتبقى حاجة تانية خالص. البحث بتاعي اللي أنا بعمله مش بعمله عشان نجاح شخصي ولا مجد عيلة، أنا بعمله عشان ولادي وولادي. الأمر عدى خلاص، وأنت بلغت من العمر أرسل. انت اللي دمرت حياتنا كلها، يا ريتني يا اخي كنت سبت وقتلك وريحنا منك. انا امك، انا امك يا حمادة عشان خاطري، ما تفرطش فيا. لو امك غالية عليك ما تفرطش فيا يا حمادة. كلمنا دكتور اسماعيل يجي يشوفها. هو فوق معاها؟ في ايه يا دكتور؟ البقاء لله. لا لا مش ممكن، مش ممكن، لا لا. حمادة، انت عملت عمل وطني جليل لا يقدر بثمن. صدقني انت انقذت الوطن من دوامة لو كنا دخلنا فيها ما كناش هنخرج ابدا. وبعدين انا عارف انت تعبت قد ايه علشان تحصل على السي دي، وعارف حجم المشاكل اللي هتحصل بينك وبين الدكتورة، لكن اوعى اوعى في يوم من الايام ينتابك شعور بالذنب. اللي انت عملته ده هو الصح. الفلوس جاهزة فوق، 4 شنط هبعت البيلمان يحطهم لك في العربية، وأنا هستأذنك دقيقة واحدة أجيب اللابتوب بتاعي علشان أشوف عليه السي دي. ليه؟ أنا ما حرمتكش من أي حاجة، ده أنا بقيت عليك اللي قدامي واللي ورايا. نعم. أيوة حمادة، أنت فين دلوقتي؟ لا ابدا، ماما نونا تعبانه شويه، عايزاك تيجي على طول. لا لا هي مش تعبانه ولا حاجه، انا عارف الحركات دي، اصل احنا اتخانقنا قبل ما انزل. طيب طيب
عموما قولي لها ان انا هنفذ اللي هي عايزاه. قولي لها كده بس هتلاقيها قامت على طول. يلا مع السلامه. استاذ حماده مفيش خلاص السيدي طلع عليه كرتون. بس يا كمان ما تعملش بنفسك كده، انا مش قادره استعمل. كانت حبيبه الكل، دي هي دي امنا يا نوال، عمرها ما زعلت حد فينا، طول عمرها مضلله علينا بجناحتها. يا حماده هو عارف؟ لا لسه ما عرفش، ما قدرتش اقول له في التليفون. الله يكون في عونه. الو؟ ايوه يا حماده. اديني نونه، قولي لها بلاش صلباته، بس هي جنبك؟ طب خش لها قولي لها حماده سمع كلامك خلاص. قولي لها زي ما بقولك كده. انا مستني على التليفون اهو. نوال الو الو. مش قادره اتكلم معاها. ارجوكوا تمسكوا على الاقل عشان خاطر حماده. هنعمل ايه يا دكتور اسماعيل؟ انا بعدت عشان اجيب تصريح الدفن، والست المغسله زمانها جايه عشان تغسل. تعبانه بجد ولا ايه؟ مالها يا دكتور اسماعيل؟ شد حيلك يا استاذ حماد، البقاء لله. لا بس هي هتلاقيها بس عشان زعلانه مني، انا عارفها. انا طالع لها اول ما تشوفني هتخف على طول. تعالى يا حماده استني استني. انتوا فاهمين غلط، في موضوع بيني وبينها كده، لو اتحل خلاص. سيبيه يا نوال، سيبيه يطلع يشوفها. يلا يا ست، انا عملت اللي انت عايزاه، سيديه اهو وهنحطه في الشكمجيه كده، نوال تبقى ما عرفتش اي حاجه. مبسوطه بقى؟ يلا قومي. انت لسه زعلانه؟ انا اسف. ادي ايدي فوزك، ودي فوزك. يلا بقى، هو انا لو ما كنتش هتدلع عليك هتدلع على مين يعني؟ قوم يلا، انا هحط لك فيلم جديد من تحسن صبي حبيبك. انت ما بتردش عليا ليه؟ يا رب اموت لو ما رديتي عليا. امي بقى، هو ايه اللي حصل يعني؟ انا يا ما غلطت وانت يا ما سمحتيني، يا ما عملت بلاوي وانت يا ما داريتي عليا. شفتي الدكتور اسماعيل؟ الراجل ده عبيط، بيقول لي شد حيلك. انا مش بحبه، انت كمان ما بتحبيش الدكاتره. احنا كده عايشين بالبركه. انت بتنامي وانا بكلمك يا نونا؟ انا كمان تعبان اوي. انت عارفه ان انا بقالي يومين مطبق؟ انا همدد جنبك. انا احلى نومه في الدنيا لما ابقى في حضنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شد حيلكم. شد على الله، اتفضلي.
بس يا نوال ما تعمليش في نفسك كده حبيبتي، البقاء لله. يا في حياتك شدي حيلك بقى، ها خير لها الفاتحه. ماما نونا كانت طيبه، مسواها الجنه ان شاء الله. لا تفضلي. حصل ده امتى يا كمال بيه؟ بعد الفطار على طول، ماتت وهي صايمه في الجنه ان شاء الله. انما المرحومه ما كانتش عيانه قبل كده؟ بكلماني امبارح وعماله تهزر معايا وتواسيني علشان سبت الشغل، وقالت لي دعيت لك في صلاه الفجر. هو بابا فين دلوقتي يا أنكل كمال؟ عندها فوق، تايه يا عيني، مش دارين بروح. هينزل بكره باذن الله في الطبعه الثانيه. متشكر يا منير بيه. راحت يا حماده، راحت الحبيبه. شد حيلك. كمال بيشوف، شوف حماد راح فين. خليه يخرج يشم الهوا في الجنينه، ربنا يكون في عونه. عارف راح فين؟ لو ما حضرش الدفنة. الساعة بقت 12، أنا خايف يكون عمل في نفسه حاجة. أنا بلغت كل أسامي البوليس على أوصافه، وديتهم صورته، وبلغت المستشفيات كمان. يلا يا جماعة عشان تتسحروا. هشام خد اخواتك ويلا روحوا على الترابيزة عشان تتسحروا. ملناش نفسي يا أنكل. لا، ما هو لا بالأكل ولا بالشرب، لا لا ملوش دعوة. لو بتحبوا ماما نونة صحيح لازم تاكلوا. يلا نوال، بإذن الله دلوقتي هنطمن على حمادة. شادي راح المحل، يمكن بابا يكون راح قاعد هناك. أنا قلقانة عليه قوي. دالي يا حبيبتي، يلا دلوقتي لازم نتسحر، مدفع الإمساك قرب.
وانت كمان لازم تتسحري عشان تعرفي تصومي بكره، الولاد بكره عندهم مدارس. يلا حبيبتي يلا. كانت عامله حس بالبيت. وبعدين معاكي يا نوال، احنا هنسكت الولاد ولا هنسكتك انت؟ شادي ما لقيتوش؟ ما لقيتش بابا؟ انا رحت المحل وقعدت اخبط، المحل مقفول ومظلم خالص. ما يمكن جوه مش عايز يفتح. ما انا سالت الامن اللي بره قالوا لي ما جاش. حبيبي يا بابا. يا عم تبي تطلعه من جبهتك كله؟ يا خوش اللي وقع منك ده، يا خبر ابيض. خد من قلبي عليك، وقالوا ماتت وقالوا صحية، ويا ما قالوا وعدوا فيك. سألت عنك في كل ناحية، ما حد طمن قلبي عليك، وقالوا ماتت وقالوا صحية، ويا ما قالوا كنت شمعتنا، كنت نوربتنا، كنت سامرنا وانفضي سامرنا. كنت شمعتنا، كنت نوربتنا، كنت سامرنا وانفضي سامرنا. الورد كله كله كسل جناين، مش معنى انت انت اللي شردة منا. الو ايوه مين؟ اهلا يا دكتوره، ازاي حضرتك؟ لا حماده مش عندي. لا ايه بتقول؟ ايه ماما نونا؟ امتى الكلام ده؟ ووصينا الانسان بوالديه حملته وأمن على وأمن وفصال. وفصاله في عامين. الشركة محتاجة لك في المجلس، احنا ما نقدرش نستغنى عنك. ولوالديك الي المصير. صدق الله. لا يا حبيبتي، يا حبيبتي، حاسبين لمين يا غاليه؟ حاسبين لبعضك لمين؟ حاسبين لمين يا حبيبه؟ عيشة عيشة من فضلك بلاش زعيدة هنا. مش قادرة مش قادرة يا ست فوزية، دي كانت أمي، دي اللي ربيتني، أنا ماليش أم غيرها، دي طول عمرها شايلاني. فين يا ست نوال؟ الله يكون في عونه، بقالنا يومين مش عارفين عنه حاجه. عايشه يستر يا رب، الستر من عندك يا رب. الو ايوه علاء. معلش يا نوال، قدمت شاكي ما لقيتش طيران خالص. أنا مش قادر أصرف طول من ساعة عرفت الخبر. الست دي ما كناش عارفين قيمتها خالص، ما حسيناش بيها، ما
لبعد ما راحت. انا ما عيطتش على امي زي ما عيطت عليه. ابدا ابدا لقيته ولا لسه. وبعدين انا وانا على يمين ولا ابني بس. ارجوكي ارجوكي طمنيني عليه اول ما تلاقوه. رحمن. نعم. كده ده مرمي في الارض كده من الصبح ما بيتحركش. تلاقيه نايم يا عم عيد. ده حتى ما بيتقلبش. لا يكون ميت ولا حاجه يجيب لنا مصيبه. يا عم انت اكيد قاطع النفس خالص. بابا راح فين؟ تلات ايام مش لاقينه. اكيد جرى له حاجه. ما تقلقيش يا حبيبتي ان شاء الله هنلاقيه. الو. ايوه يا حسام. لقيته؟ لقيته فين؟ طب هو حالته ايه دلوقتي؟ كان عنده غيبوبة سكر بس شديدة قوي. على العموم اطمنه، انا عملت اللازم وهو نايم دلوقتي. ما تقلقوش. بس لازم يتنقل البيت فورا. ده هيحتاج رعاية طبية كاملة. اللي هيتعمل هنا ممكن يتعمل في البيت. يلا حمد. مش معقول كده يا جماعة. شيلوا الصورة من قدامه. طول ما هو شايف الصورة قدامه هيتعب أكتر. عشان خلاص خلاص. محدش هيقدر ينسى ماما نونا يا بابا. محدش هيقدر ينسى. صدقني هشام اطلع خبط على اوضه انقي حماده. قول له هو وداليا يجوا يفطروا. الاذان قرب جدا. قول لاخواتك ينزلوا. حاضر يا ماما. هو احنا مش هنصحي اوضه حماده عشان يجي يفطر معانا؟ لا 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 ده نايم خلاص. الحمد لله انه نايم كويس. هو محتاج يرتاح اليومين دول. ربنا يصبره على اللي هو فيه. انا رايي يا دكتوره ان احنا لازم نفكر نشغله باي حاجه. طول ما هو قاعد لوحده وقافل على نفسه كده هيفضل تعبان. انا مش هسيب بابا ابدا. انا هاخده معايا. ويسيب بيته؟ ده كلام برضو. مش قصدي يا طنط. انا بس حاسه. استهدي بالله كده يا داليا. ده بدل ما تقولي ان انت وشادي هتقعدوا معاه هنا وما تسيبهوش،
حمادة محتاجنا كلنا حواليه الفترة دي بالذات. كتبوا العيلة كلها في النعل إلا أنت إبراهيم يعزه. ما زرنتيش لغايه ما هي الاولى. انا كنت جاي عشان افرحك. انا عمري ما فكرت غير وجيت لقيتك مستني. اه انت كده بقى اللي غلطانه.